الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ولا ليال النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه هاي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا. حديث كاسي النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه هاي هدي أد مقشان أدنك مأدنك يعني نك أدمية أما قفك أدمية هدي أد مقشان فقولوا مثل ما يقول وحد ترهدان وحوليه هاي مركو الله أكبر الله أكبر له إذا كنا الله أكبر الله أكبر له مركو أشهد أن لا إله إلا الله لي هاي إذا كنا صدق له فقولوا مثل ما يقول وحا أوليهي أو كالدها حديث كالوحو تلماما يا مركا حي على الصلاة يحي على الفلاح يقين الليهي لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن حديث ثاني وحوليهي مركا النقشان مؤدنك وأدميه فقولوا مثل ما يقول وحا أوليهي أو كالدها ثم صلوا علي كبعدنا يقول صلي نبيك عليه الصلاة والسلام يا وحي يقول لي مركا أدنكو أو مؤدنكو أدميو وحي يقول لي مركا ترادن كبعدي أنا يقول صلي ثم صلوا علي أنا يقول صلي فإنه من صلى علي صلاة قفكي يقول صلي حلمر يقول صلي قفكي حلمر يقول صلي صلى الله بها عشرة. إلهي سبحانه وتعالى هل كمرو يقول صلي وحل قصينا يا طبن حريصات وإلهي سبحانه وتعالى سكات فإنه من صلى علي صلاة قفكي حلمر وصلي صلى الله بها عشرة. إلهي بوح وقلنا حريصنا يا وقسنا يا هل كمر طبن نحريصات بإلهي سبحانه وتعالى قسنا يا مرك حديث كان وحق وتلمام يا نبي عليه الصلاة والسلام مرك اللي قدمه وقدم كل ما أضوه إن وحقه الرأي أضل إيمانا سأويه هاي صلي النبي عليه الصلاة والسلام. حديث كان لواتي نبي عليه الصلاة والسلام وليه هاي إلهي سبحانه وتعالى والسيرة إيوهدية أذكرت سواء أرورتين الأخير مايو مركب وحن كوضا صلي النبي عليه الصلاة والسلام بل وحي جنيا فضا إيش صلي النبي وحق وتلمامي مركب النبي هل مركو صلينه إن إلهي سبحانه وتعالى هل كان مركو صليني وإلهي نقص هنا يطبن حريصات ما حد كمل يصي هدي عرب كاجا هاد يقرأ كهاي صح صلى النبي عليه الصلاة والسلام بل وحب سواء رتبة نكي النبي عليه الصلاة والسلام كويري أذكرت هذا لما واحد قال لي يا صلى كاجا النبي عليه الصلاة والسلام كويري هدا صلى كا بدي صح هم كاجا مروجا كهاي صح وإلهي سبحانه وتعالى كفر فاضي ما كصلى النبي عليه الصلاة والسلام بدنه راليقا هذا وقت يرى قام بحربين يعني كقارسي حديث كاس نفتي ذي ذنك بعض حوزتان والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله خير.